سؤال تاني، يعني الدولة ممكن تدعمكم في هل سؤال. ممكن فكرتوا فيها؟ يعني احنا نفسنا في المبادرة يحصل كذا، وفي معوقات مثلا بتحصل لكم، ايه ممكن الدولة لو انتوا حابين توجهوه دلوقتي تكلموهم تقولوا لهم؟ والله هو يعني الدولة أعتقد إنه على مستوى ممكن يكون مستوى أكبر مننا شوية، يعني إحنا مثلا دلوقتي حاليا مش بنحاول نشتغل وناخد بشكل خبرة، فردي أه كده. بشكل بنتحرك بشكل فردي دلوقتي، بس يعني إحنا كنا بنتكلم على مثلا إنه عشان أبقى مدرب في مصر، عشان أبقى مدرب مش كرة قدم، مدرب أي لعبة، إحنا بتاخد حاجة اسمها الدورة الأساسية، اللي هي دورة تدريبية زي بتعرفك بأساسيات التدريب وكده. الدورة مفيدة وفيها حاجات كويسة، بس تبقى على مستوى عالي قوي، لأنها بتاخد فيها علم زي علم الحركة، علوم بتبقى على مستوى عالي قوي. لو أنا هشتغل مع أطفال مش هلاقي الخبرة دي. ايه مش بمعنى ان الاطفال محتاجين خبره مختلفه خبره مختلفه، محتاج بالظبط علم مختلف، كيفيه وكيفيه التعامل معاهم. لان انا طبيعي ان انا اول ما اجي اشتغل مع اطفال، ما فيش حد، ما فيش مدرب بيخش يشتغل مع الكبار على طول، الا نسبه قليله قوي. فاعتقد الدوله ودي ممكن حاجه متخصصه جدا، مش يعني محتاجه، بالظبط محتاجه ناس محتاجه تسفرها بره. بالظبط، بمناسبه ايسلندا هم سفروا ناس بره هم عشان سفروا يتعلموا. ناس وخدوا الكورس وكده. بالظبط، فهي الفكره انه الدوله لو في حاجه في كورسات استطاعتها او كده، يبقى في زي طريق ان انا ازاي ابقى مدرب، ازاي ابقى، لان انا كتير جدا الناس بتكلمني تقول لي ازاي ندرب كوره، ازاي ندرب اللعبه الفلانيه، ما عندناش وسيله نقدر نخش، خاصه ان الدوره الاساسيه مدتها طويله قوي 45 يوم، فمحتاجه ان حد يبقى متفرغ حتى لو في دوره ليليه، بس 45 يوم مده طبعا مده طويله كبيره جدا، جدا على ان حد بيشتغل يقدر يعمل موضوع التدريب جنب الشغل.